بالبيوتي ايكون انابيلا هلال موجوده معنا اليوم بان تاون. رح نحكي بيوتي، رح نحكي لايف ستايل، رح نحكي عن الاهتمام بالمظهر بشكل عام وبالبشره بشكل خاص. اهلا وسهلا فيكي. هاي يعني منوره الصبح ومنوره المساء ايضا انابيلا. نحن كمان اشتقنا لك. بدنا نحكي اليوم عن هيك اشياء يمكن ورا الكواليس ما كثير بيعرفوها الناس، بيشوفوا اطلالتك دائما بتبهرون، ان كان بالتياب ان كان بالجسم بالرياضه أو بالبشرة وهالرونق يلي عندك. خلينا ناخذ شوية هيك تفاصيل اليوم منك، شوية أسرار بيوتي أنابيلا. كيف بشكل عام تهتمي بإطلالتي؟ كيف بشكل عام بتحافظي أيضا على إن كان رشاقة أو نضارة وجهك؟ بتعرفي رانيا كثير بنسأل هيدا السؤال، إنه كيف أنابيلا بتحافظ على البيوتي كير تبعولها؟ أول شيء أنا بنت كتير عادية بقياماتي، كتير بخفف ميك أب بالقيامات اليومية اللي ما عندي فيها تي في، بهتم كمان بشعري إنه مش كل مرة وكل يوم يتعرض للسشوار، وكل مرة بركز أكتر شيء إنه قوم الصبح حط الكريم تبعولاتي، حط ميك أب خفيف، وبعمل سبور وبشرب مي كتير، وبهتم انه كمان خاصة بس حس انه وزني زاد شوي عن الوزن يلي مفروض كون عم باخده، كمان بصير انتبه كمان على يعني ما بتخلي يتراكموا القصص. ايه ولا الاشياء اللي علاقة بالوجه انه يكون عم بيتعب كتير او بالشعر او بالجسم. مزبوط. ايضا يعني هيك عم نفهم شوي اذا فينا نقول تعريفك للجمال بشكل عام انابيلا، قد ايه مهم انه يكون جمال ناتشورال بالنسبه لك طبيعي؟ كثير بهتم انه يكون ناتشورال، وكثير بهتم انه ضلني محافظه على كل تعابير وجهي. يعني مزبوط بتعرفي يعني نادر صعب بيعمل لي سم انجكشنز، بيعمل يمكن مرات جلو ليفت، بيعمل ابر كافيار، بيعمل جلو، بس بالوقت ذاته بستعمل دائما الكريم تبع دكتور نادر صعب، بحطه كل يوم على وجهي قبل ما نام، والصبح كمان قبل الميك اب تبعولي بشتغل انه احط هيدا الكريم. وكمان هلا تعرفت على ديفايس يلي هو من فوريو اسمه لونا 2. لونا 2 بخليني من بعد ما احط الكريم تبع دكتور نادر صعب على وجهي، لونا 2 بتخليه يتعمق اكثر بقلب البشره، يلي بياخذ هو دقيقتين بس حتى يتغلغل الكريم اكثر بقلب الوجه، وهيك بصير الكريم تبع نادر صعب فايت مباشره على خلايا الوجه بالوقت يلي بكون انا بحاجه كمان لعنايه يوميه بالبشره، خاصه قبل الميك اب تبعولي وقبل فوتوشوت قبل حيلا ايفنت. هيدا الروتين اليومي يلي بعمله twice per day من على بكره وبالليل اذا كان عندي ايفنت. دقيقتين بدقيقتين منهم شيء لحتى نحافظ على بشرتنا. بدنا نوجه تحيه لدكتور نادر صعب. ولما بنقول كريم لدكتور صعب معناتها هو كمان عم بيصر بانه الانجكشنز لحالهم منهم كافيين، او البوتوكس او الفيلر او اي شيء، معناتها دائما نحن بحاجه لكريم، ودائما بحاجه انه يكون هالكريم عم كمان يتاخذ مظبوط. مظبوط، يعني دائما بحاجه انك ترطبي بشرتك، فمشان هيك الانجكشن ما فيك كل يوم تعمليها، في وقت معين، خاصة ما عم نحكي نحن بس بوتوكس أو عم نحكي نحن انجكشن يغيروا تعبير الوجه، نحن عم نحكي على الانجكشنز يلي بيعطوا فيتامينز لوجهك، يلي بيعملوا ميريكل، يلي ممكن يشدوا الوجه بالوقت ذاته بيعطوا إكلة. مشان هيك الكريم تبع نادر صعب كتير مهمين، بس بالوقت ذاته كمان نحن بحاجه لل يلي قدمونا اياها فوريو يلي هن لونا 2 يلي بتخلي الكريم يتغلغل اكثر بسرعه اكثر بالوجه، خاصه انه مرات كثير قبل الميك اب نحن بحاجه لسم مساج، بحاجه لريلاكس للوجه، خاصه اذا الوجه يمكن بيتعرض لتجاعيد كثير. انا مثلا بشرتي كثير رقيقه تعرض لتجاعيد بسرعه، خاصه كمان انه بتضحك كثير، بعمل يمكن جريماس بوجهي ناتشورال بيطلعوا، فبيتعرضوا اكيد لتجاعيد اسرع. فهيدا الريلاكس اللي بيعمل لونا 2 كمان بتساعد انه كل يوم اقطع شوي المكنه دقيقتين قبل الميك اب او قبل نهاري حتى.
كثير حلوة هالصراحة اللي عم تحكينا فيها اليوم أنا بلا، عن جد عم ناخذ وراء الكواليس شو بيصير، وكثير حلو إنه عم نخبر، يعني لأنه اليوم الأهم بإنه نخبر إنه ناخذ الطرق الأفضل وسائل الأفضل ونتفادى أشياء. ومع نصايح دكتور نادر صعب أكيد في أشياء يمكن بيعطيها أو بيطلبها أكثر، في أشياء بيمنع إنه تكون موجودة لأنه بتضر بالبشرة، في أشياء ممنوعة، في أشياء مش لازم أكيد. أبداً أكيد يعني نادر صعب بس تروح لعنده بقول لك وين لازم تشتغلي، يمكن مرات انا بشوف انه بدي اعمل شيء هو يكون غير قناعاته. يعني هو سر نجاحه لما يقول لك نعم مطرح ما لازم تعملي ولا مطرح ما لازم ما تعملي اشياء. مشان هيك هو كمان بالاضافه للميركلز والابر الكافيار والستم سيلز والجولد يلي بحطهم الانجكشنز اللي بحطهم بالبشره، يلي كمان نحن هون ما عم نحكي عن تغيير معايير الوجه او تعبير الوجه، هو دايما بحافظ على الوجه، بس كمان جينا تنحط هيدا الكريم يلي من سويسرا معمول تا ينحط بقلب الوجه بهيدي الطريقه. بهيدي الطريقه لونا 2 يلي هي برودكت باي سويدش برودكت سويدش ديفايس، بخلينا نسرع اكثر انه يتغلغل هيدا الكريم بالوجه. هيدي الطرق الجديده والتكنولوجيا الجديده بتساعد كثير كمان لحتى يكون في تحسن اكثر. تغيرت الروتين الاهتمام بالبشره من على مر السنين، يعني بلشت من مس ليبان ومسابقات تجميل كثيره وتابعناكي انابيلا بتطورك، قد ايه بيتغير هالروتين وقد ايه بتساعد التكنولوجيا الجديده؟ ليك الروتين اكيد بيتغير حسب العمر، حسب الاهتمام، هيدي وقتها مثل بنات هيدي الجمال نفسه على فكره يعني ما هو تنحافظ ضلنا على هيدي الايماج، على هيدا الوجه، على هيدول التعابير. يعني هون عم بنحكي كنت عمري 17 يمكن، هلا لو فينا نضلنا على 17 ما يتغير شيء من الوجه ما حدا كان رح يقول لا، بس هيدي القوه انه نحافظ على هالشيء. مزبوط، يعني بس نحكي نحن عن جمال يلي ب 17 سنه واليوم نحن انه مع كل سنه عم نكبر اكثر، الاهتمام بالبشره هيدا اهم شيء، يعني بلا ما نغير هالتعبير واحد يضل محافظ، خاصه اذا بعصر نحن اليوم تكنولوجيا، عصر السوشيال ميديا، عصر انه نحن نتقبل التطورات، تقبل انه نحن مع مرور الوقت كمان عم نكبر، بس كمان سيم تايم حلو واحد يحافظ على القليله على الاشياء اللي ممكن تحسن يلي عنده اياها والحلوه كمان، يعني مش كمان ننزعها نحن بالمبالغه ايضا بالتجميل وغيره. شو الشيء اللي ما بيعرفوا الناس عنك انا بلا هيك بدك تخبرينا اياه اليوم عن البيوتي؟ اللي ما بيعرفوه عني انه بشرب كثير مي، باكل سام تايمز باكل هيلثي، مرات بس حس حالي انه حابه، ما بحرم حالي صراحه من الاكل الطيب، خاصه الاكل اللبناني، بس مثل ما قلت لك بس حس حالي انه خلص الميزان زاد عن حده برجع بنتبه حالي. الميزان عم بيزعلنا منوقف لكينا. الميك اب كمان شغله حلوه كثير بس كمان فيها تكون مضره مع اللايتنج، مع هالحماوه يلي بتكون كمان من الاضواء، معناتها هون في كمان اهتمام اكثر بعد، لانه مزبوط. انا بلا هلال دائما بحاجه انه تكون عم بتحط ميك اب مسرح، بحاجه تكون عم تحط ميك اب استوديو ايضا، شو الاهم المهم هون؟ مش هيك رانيا، حتى قبل الميك اب بصر انه حط الكريم تبع نادر واعمل سويفي بلونا 2، لانه قبل الميك اب كمان بدي احضر بشرتي، بدي احضر وجهي حتى يضلوا عم يعطي هيدا الاكلا. وما بفتكر صار في طريقه اسرع من هيدا لونا 2 يلي بتخلي تفوت الكريم على الوجه. كمان على فكره بهيدا الديفايس هو دبل، عنده اول شيء بيعمل بنظف البشره، بنظف خلايا البشره بدقيقتين يلي هيدا بفتكر احلى شيء. بليز
عن جد قد صعب ننظف الميك اب. مزبوط. بس الحلو كمان رانيا اللي العالم يمكن ما بننتبه عليها انه ننظف بشرتنا قبل الميك اب. نعم. فخاصه انه انا حدا كثير بشتغل بسرعه ودائما بضلني عم بحارب الوقت. مأخره؟ دائما مأخره مأخره على الميك اب، مأخره بمواعيدي. فبفتكر احلى طريقه انه نتعرف على لونا تو لانه بتنظف البشره وسيم تايم تعمل مساج، بحضر وجهي تحت اعمل مكياج وبيطلع بفتكر وبيطلع هالقد حلو المكياج. بجنن اليوم المكياج على فكره على روز. هيدي مي اسيس عبت لي ميك اب. كل مره مي بتهتم بالميك اب وبتعرف مي كمان قد ايه بهتم ببشرتي تتكون نقيه قبل الميك اب. يعني مرات كثير بيقولوا لي انه ميك ابك ناتشورال، بقول لهم ايه ما انا بدي اطلع ناتشورال، ما بجرب انه غير بالميك اب. يما هلا مي بتغير لي سم تايمز بالميك اب تبعولي، بس بالوقت ذاته انا بشرتي بتكون محضره تستقبل هالميك اب من خلال الكريم ولوناتو. يعني أنا رح أكون عم بتبع كل هالتعليمات اليوم لأنه هالتعليمات منك ومن دكتور نادر صعب، بدنا نقول له تحية أيضا. شكرا لوجودك معنا أنا بلا هلال، إن شاء الله دايما بتألق أكثر وأكثر. ميرسي كثير. رح ناخذ بريك صغير وعم نرجع.